صرخ وهجر وعيون مليانة طمع خاين وبدم الغدر والطبع غدار. زمان ما اجاني ورد، يعني منيح اللي عملت حادث لحتى يجيني ورد. ان شاء الله بتضلي بخير ونجيب لك ورد قد ما بدك. مشان سيارتك ما تاكلي هم نهائيا، حكيت مع رفيقي بيشتغل بشركه تامين، ان شاء الله كل الامور رح تصير تمام. بس انا هيك عم عزبك معي، أنا مرقت اليوم على الحساب لحتى حاسب وقالوا لي إنك دفعت، يعني أنا ما بدي أحرجك ولا بكاك أكتر من هيك. لا في لبكة ولا في عذاب، المهم سلامتك. طيب أنا رح أشوف الدكتور، أنت ممكن يخرجوك. بعد اذنك يعني اذا ما بتتضايقي فيني احط مي عندك شوي؟ لا مو لانه هذيك المره تزعت ساره مثل ما شفتي، فحابه اني اعوضها اليوم. عن جد الله يخلي لي اياكي، يلا ما بطول اجيب لك اياها. باي. بدك شيء؟ طيب بس يعني كيف بدي روح وهيك فستاني كله ملوات؟ أنا بتصرف. شريف حب يسلموا ايديك. حبيته يعني؟ شو بعرفني شو ما كان؟ حب الاحمر انت. يي علينا على القصة بقى. مشيت امورك فاهمني بس. انا بحب اطمن بس يعني. عبيد؟ خلص ما بقى تحكي بهالقصة مشان الله. يا شبك يا زلمة؟ أنا لو محلك قايل لك إنه روح وانبسط وشم ريحة رضاك، نحن مو حاكين شيء يعني. خلص أنا بموضوع النسوان ما عاد ناقشك منه، سكر على القصة. هل هذا اللي طلع معك؟ أصلاً ما رح ناقشك بالقصة لأنه أنت أصلاً مانك مجرب تغير.
لك هاي المخلوقة أرملة. ايه نعم أرملة، بس عمرها صغير. اوه لك أحلى وأحلى. ولك يا رجل أنا شخص متجوز وعندي عيلة، والقصة قصة واجب مو أكتر. يلا يكبر شانها. بعدين أنت بدك تقنعني إنه طول الليل قعدت معها بالمستشفى وما طلعت عليها، ما شفتها هيك من فوق لتحت، ما متعت نظريك، وأنت عم تقلي إنه هي حلوة كتير. يعني هذا الحكي منك مو مني. هلا قيمك من مزح، بتعرف شو متضايق أنا بالضبط؟ شو؟ إنه كذبت على نغم، وأنا بصراحة ماني متعود إني لف ودور عليها. شفت؟ قلت لك هي بدايتها للقصة. أولها كذبة بيضة، ضحكة، غمزة، شوي شوي بتلاقي حالك فايت بهي القصة ومو قدران أبداً إنك تطلع منها. لا ما حذرت بنوب، أنا ما راح أنجر. المخلوقة في بيني وبينها شيء له علاقة بالإعجاب، مو مثل نظراتك العاطلة. والله يا صاحبي أنا مثل ماني شايف قدامي إنك أنت وقعت وما حدا سمع عليك، يعني راحت عليك. خيو قديش الحساب؟ براس ماله حبي 5000. ها لك شبك يا زلمي 5000. ماشي هات سجلهم علي. خرب بيت قلبك. كثير حلو، يسلموا ايديك. ليش دلع مسكر المحل؟ أكيد صاير مع شي. يا عاشقة الورد، يا الله شو بحب هالغنية. إن كنت على وعدي يا عاشقة الورد، إن كنت على الو؟ ايه ايه لا لكني لكني على الطريق. لا لا ما رح طول. يلا يلا عازف. لا لا خلص عزفت وقت الصوت صار راسي وجاني معه. طيب مثل ما بدك. اسفه اذا عملت لك عن شيء. شيء مثل شو؟ قصدي يعني إذا سببت لك إزعاج مع مرتك، مو كانت مرتك؟ بلا. مشان ما أتأخر على البيت. صحيح أنا خربت عليكم عيد زواجكم. وأنت كمان مع الأسف خرب عيد ميلادك. أصلا ما كنت رح أنبسط كثير. إيه صحيح، مشان شركة التأمين إن شاء الله شغلت كم يوم بتكون السيارة خالصة. بس هيك ما بصير، يعني لازم أنا أصلح حسابي. ما تاكلي هم، رفيقي بيشتغل بنفس الشركة. على يلا قرب السبعية؟ لا أول على بعد. استندي استندي علي أكثر ولا يهمك. هو هيك بيحب. طول بالك شوي شوي، تعالي ساعتين. بس ساعتين.
على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك. ايوه لا الحمد لله ما فيك شيء، الحمد لله على سلامتك. شكرا. طيب يلا انا اسمحي لي. لا 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 وين؟ عفوا؟ قصدي ما بدك تشرب قهوة عندي؟ ما بدي اعذبك، مالي يعني مرة ثانية بركي. هيك ما بيصير، يعني بتجي لعندي أول مرة على البيت وما بتشرب قهوة؟ بس بشرط أنا بساويها، ما بدي اعذبك. مع هيك ما رح أقبل، يعني أنا برتاح أكتر إذا دفعت فاتورة المستشفى. الله يخليكي، هذا الموضوع منتهي، لا تناقشيني فيه، خلص خلصنا منه، تجاوزنا. بس لا 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 بدون بس بدون شيء، الله يخليكي خلص. لعب شو؟ شكرا على كل شيء. يلا بالإذن. سلامات، لا تعزبي حالك ولا يهمك. تجوزت انه بيتي ومرتي خط احمر، ما راح اخسرهم كرمال صدفه. يا حبيبتي ليكني انا على الطريق، يلا ان شاء الله ما تطول. حبيبي ليكون الأكل ما عجبك حتى ما كملت أكلك. لا أعوذ بالله، يسلم إيديك يا رب، أكلك بياخد العقل، بس أنا ما بدي تقل وحاس حالي لازم أرتاح شوي. كرم صاير معك شيء أنا ما بعرفه؟ لا شو بدي يصير معي، بالعكس بس هيك حاس حالي شلون حاطط بدني، خليني أطلع أرتاح. صباح رباح. إيه بس لسه السهرة بأولها. لا لا تعبان حبيبتي، الله يرضى عليك، خليني نام، يلا تصبح على خير.
شريك انت ليش محمل القصة اكتر من اللازم؟ مخلوعة عجبتني كتير. طب حاسألك سؤالين بتجاوب عليهم بكلمتين. ماشي. انت معجب فيها؟ ايه والله كتير. وهي حسب ما عم بتقلي كمان هي معجبة فيك؟ ايه مزبوط. طيب منيح لهون. طب ليش ما تتعرفوا على بعض اكتر واكتر؟ يعني شو المشكلة؟ ما في مانع بس نغم. يا اخي انا عم قلك التزم معها، لا تتزوجها. عيش هي الحالة اللي حاسس فيها بسعادة، حاسس انك انت عم تكتشف وحدة جديدة، عم تدور عليها، ما لك مبسوط بهي الحالة؟ لك يا اخي بالسر، لك روح شوفها بالسر، احكي معها تليفون، اطلعوا وفوتوا. بعدين انت يعني اذا بدك تطلع من القصة فيك تطلع بكل سهولة، هي بتعرفك انك مزوج وعندك بنت، يعني حاجتك واضحة. لا لا عابد، لا لا ما بيجوز، ما بيجوز تفكر بهالطريقة ولا انت تفكر بهالطريقة، المخلوقة مقطوعة من شجرة، ما بصير استغل وضعها. انت ليش عم تسمي الامور بهي الطريقة؟ خوض القصة رجال ومرة وحابين يتعرفوا على بعض. يعني جدد مشاعرك، وانت بالحالة الطبيعية عايش حياة روتين مع مرتك، يعني انت بعد فترة رح تتعرف على حدا جديد، رح تتعرف على حدا جديد، اتعرف عليها. حس حالك حر، طليق، لك روح طير. المشكلة اني انا متجوز وانا رجال ما بعرف دوبل، هيك حياتي وهيك طبيعتي وانت بتعرفني منيح. لا حول ولا قوة الا بالله، اخي اترك القصة تمشي لحالها، ما بتعرف هذا البحر وين بيودي، خلاص. ما عم تزبط معي. حاولت كتير، انت بتعرفني منيح، طول عمري هيك، هي يمكن مشكلتي بالحياة، ما بعرف يكون في عندي شيء له علاقة بالدوبلة، يعني خلص انا مستقر وعايش، يمكن هذا الصراع اللي عم يخليني انه انا عم روح باتجاه وفي شيء عم يسحبني باتجاه، فانا حس حالي مخربط وفايت ببعضي، ما بعرف شلون بدي اشرح لك يا صاحبي. ما رح تقدر، انت كل شوي بتقعد بتفكر فيها، كل شوي بدك تشوف مين هي هي المخلوقة لأنها جديدة وبدك تكتشفها. ما رح تقدر، اسمع مني ليك، صار لك 4 أيام على القصة ولساتك عم تحكي فيها. كيفك كرم؟ أنا كنت بدي روح لعند أمك مشان جيب مي، فمشان ما أتأخر عليها في غرض بدي إياه، خرج إنه أنت تجيبه؟ كيفك مدام؟ بس في عندي هون الأستاذ عم يسأل عن الحلقة اللي نسيتوا عنا زبوني هداك اليوم. إليك اسمعي منيح، قولي له إنه يترك كرتو وأنا بس أجي بدق له وبعطيه الحلقة. أوكي؟ أوكي تمام مدام، باي. أستاذ بتقدر تترك رقم موبايلك وبس ترجع صاحبة الصالون هي بتحكيك. طيب ماشي، هاي كرتي، شكرا كثير لك. ولو أستاذ، أهلا وسهلا. ريم شو أعطاك الرقم؟ تعالي بس لك ايدك. روحي مع بابا. يلا 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 يلا. شاطرة. ردي على التليفون حبيبي، ردي. ايه. الو. عفوا، مو موبايل السيد كرم؟ ايوه، مين معي؟ الو. مين حبيبي؟ ما بعرف، وحده كانت عم تسأل عنك، سمعت صوتي قامت سكرت التليفون. بتكون زبونة. زبونة ولا مو زبونة أنا ما بعرف، بعرف إنها سكرت التليفون بوشي.
حتى لو كانت زبونة. كثير غريب انها تسكر بوجهي. ما شوف انت مين. معقول تكون دلع؟ غريبة، بس هي ما بتعرف رقمي. شو الشغلة زاد حكي؟ مرتك معها حق. إذا مخلوقة زبونة، ليش لا تسكر بخلقتها؟ ليش لا ترجع تقفل الخطة؟ ما علينا، أنت رجع دقيت لها؟ لا لا، أنا أصلاً ما أعطيتها رقمي. بالحادث ضاع موبايلها، ولما أجيت قلت لها إنه طب رجع لك الرقم نفسه بس بتحطي موبايل جديد، قالت لي لا هيك أريح لي. صغيرة معلم، هلا أنا بدي أقلها من موبايلي، وإذا ردت بنفهم منك كل شيء. هات الرقم. خذ لأنك سجل عندها. 09؟ ولا لا 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 بلاها بلاها. لا يا صاحب لا، لا تكون مفكر انه اذا طلعت ست الحسن والجمال رح انطش لك اياها يعني. لك اخي بصراحه بدون زعل الله يرضى عليك، انا خيو قصص النسوان ما بأمن لك. ماشي، ما زعلت منك اخي، انت رجع دق لها وفهم منها، بلكي طلعت هي. لا لا خيو خلص، ما بدي فوت هالفوته كلياتها. الله يخليك، لا بدي نام بين القبور، لا بدي شوف منامات وحشة، لا بدي اتصل فيها ولا تشوفني ولا اشوفها، خلص. طيب انت جرب اذا بتقدر. عابد انا مو مثلك، انا زلمة تجوزت وركنت، مشان الله خلص خلينا نسكر على القصة. صار معلم، اليوم محضر لك سهرة على كيف الكيوف. جاهز؟ انا لا لا الله يوفقك، ما لي مصلحة بهالقصة، خليني ارجع لبيتي ضبضب وحط راسي ونام احسن لي. خلصنا بقى، كل مرة بنقول لك على سهرة ما بتروح. اليوم بدك تروح وراح دق لك، روح تيسر. لك شو بدي اقول لنغامو؟ خلاص بلاها اخي الله يخليك، مرة ثانية مرة ثانية من خاطرك. صار لي 4 سنين بعرفه لكرم، وبعرف قديش بفوت وبيطلع لعنده نسوان، بس ولا مرة شكيت بشي. الصوت هذا المرة يا امي كأنه سكين اجت شكت بصدري، حسيته انذار. معقول؟ ماما إذا بتعرفي شيء الله يرضى عليك قوليلي، أنا بساعدك. لا لا ماما لا، القصة إنه هو بده يسهر هو ورفقاته برات البيت، فأنا قلت بيجي بسهر عندك بقضي الوقت يعني، أحسن ما أقعد بالبيت أنطر رجعته. بس إيه شو عليه؟ شو عليه إذا راح سير مع رفقاته يا أمي؟ معلش، ما أنت كنتي بالعادة تقولي له روح اطلع سهر لأنه أنت بتحبي تنامي بكير. لا أنا مو متضايقة لأنه هو راح يسهر، عادي يعني، ما انا رح اتصل اطمن عليه. مين هالرقم؟ معقولة تكون دلع؟ كيف جابت رقمي؟ الو. مرحبا سيد كرم. اهلا وسهلا، مين معي؟ نحن مركز تجميل بخصوص حلق المدام. شو مرض؟ قولي لي مرض؟ بجوز مو سمعانه او نسيانه بالسياره او انا بدي فوت لجوا شوي. سوري انا تاخرت عليكم، بس لانه هلا لحتى بدي. ولا يهمك، اصلا انا كل الموضوع راح عن بالي. طيب كيف تحب اوصل لك يا قصدي انا هلا رح سكر، فاذا بتحب لاقي لك بشي مطرح لحتى اعطيك اياه. لا لا ما في مشكله، قولي لي وين العنوان وانا بجي لعندك. اوكي سجل العنوان عندك. ماشي، باي باي. اوكي باي. مدام انا خلصت بدك مني شيء؟ انا رايحه. لا خلص، يعطيك العافية.
الوقت. ليش عم تسأل أنا وين؟ وين بدي يكون يعني؟ لا لا قصدي إنه دقيت لك على موبايلك بس. كرم أنت وين؟ أنا تركت السهرة وراجع. إيه؟ يعني أنت وصلت ولا لسه؟ لا لا لسه. في كم غلط بدي أجيبهم وراجع. بدك جيبك وأنا راجع؟ تعاخدني أصلاً مي نامت هون خلص خليتنا مو مشكلة. تعال باي. هيك كملت الصدفة. كيفك؟ منيح الحمد لله. أنا آسف هذا المحل إليك؟ إلي. على فكرة كمان مدامتك صارت اسمونتي. تفضل ارتاح. لا لا ما في داعي. كنت عم تحكي مع مدامتك؟ طب ليه ما عطيتني إياها؟ كنت سلمت عليها وقلت لها إنه الحلقة ضل عندي. حرام بيكون لازمها. شو بتحب تشرب؟ ما في داعي ما يعني خاصة إنه أنا مستعجل شوي. مرة تانية. معقول هيك تفوت على محلي وما نضيفك قهوة؟ هلا هيك بتقول عني بخيلة. بعدين ليكني هون صرت منيحة أشوف. طيب مثل ما بدك. تفضل. بدك تروحي على البيت وسيارتك مو معك؟ خلص مو مشكلة أنا باخذ تاكسي. لا لا شو تاخدي تاكسي؟ إذا ما عندك مانع طبعا أنا بوصلك. ما بعذبك؟ لا شو هالحكي الله يسامحك. عذابك راح. طيب لحظة بس لا تفضل. أوكي؟ سوري رح روح أتفضل. صحيح انت ليش غيرت رأيك وما طلعت مع رفقاتك؟ داخل من العادة حسيتهم غلظة شوي. كرم انت ليش تأخرت اليوم على البيت يعني وين كنت؟ شو تحية القصة؟ صحيح مريت على الصالون هذا اللي نسيتي فيه الحلب. ايه يعني انت كنت عم دلع وقت حكيتك. ايه اسمها هيك كان دلع. ايه مزبوط دلع مزبوط. بلا طيب حبيبي انت ما بدك تنام هلا؟ لا هلا بدي اتفرج على نشرة اخبار وبعدين برجع بنام. حمسني. لا لا انا عم اتخيل واتوهم ما في شيء. ليكون الحلقة بيدي. وكرم لو انه بده يلف ويدور ما كان استنى لهلا. فينا ندردش شوي؟ قلك شي ما بعرف شو بيصير لي لما بتطلع بعيونك. بحس انه قلبي صار يدق كتير. Thank you.
نغم؟ نغم. كنت نايم فقت قلقان هيك، كنت حبيت دردش انا وعابد شوي بالواتساب. عابد؟ ايه عابد. ممكن نشوف؟ شبكي نغام؟ شو هالاسلوب هذا اللي عم تحكي معي؟ من امتى نحن نتعامل مع بعض هيك؟ من امتى؟ ليك كرم، هي أول مرة بعمري بطلبها منك، وبعدك تكون آخر مرة إذا كان إحساسي مو بمحله. ما عم صدق. لكن نغام، مثل ما بدك. هاي الموبايل بإيدي، رح أعطيك الموبايل، بس إذا تأكدتي فعلاً إنه عم بحكي مع عابد ومو مثل ما كنتي عم تتوهمي تتخيلي، تأكدي إنه رح أترك البيت وما عاد أرجع عليه بحياتي. شرفي، تفضلي. ما عاد بدي أشوف. لك كرم، إذا في شي بحياتك أنا ما بعرفه أنا ما عندي مشكلة، بس لا تكذب علي، تعال عندي وخبرني. وإذا في شي ببالك وحابب إنه أنت تعمله كمان ما عندي مشكلة، بس خبرني. شو عم تحكينا؟ كرم، إذا بتريد، إذا في شي ببالك مو مريحك معي أو حاسس إنه في أي شي بالعالم ناقصك، روح وسامر. لك طولي بالك يا بنت الناس، أنا لا عندي قصص نسوان ولا سهرة ولا روحة، شايفك وماني مصدق أنا. كرم، لو سمحت بدي أحكي لك حكاية وبدي إياك تسمعها كثير منيح. بزماناته كان في مرة ورجال متزوجين عن علاقة حب طويلة كثير كثير، وكانوا كثير متعلقين ببعض لدرجة إنه أي شغلة كانت تصير مع الواحد منهم يروح يحكيها للتاني. حتى مشاكلهم لما كانت تصير ما كانوا يدخلوا حدا غريب، كانوا يحلوها بينات بعضهم. وبيوم من الأيام إجت هاي المرة لعن جوزها وهي متضايقة كتير، قالت له اليوم صارت معي شغلة صغيرة بس كتير قهرتني. اليوم وأنا عم اشتري الحليب من البياع كنا واقفين على الباب، دقت إيدي بإيده بس اتضايقت كتير وحسيتها شغلة كبيرة. قام اتطلع فيها جوزها بتضحك، لو أنا كمان اليوم وأنا عم بعطي الزبونة شغلة دقت إيدي بإيدها وحسيت بإحساس كتير غريب بهي. قام طلعت فيه مرته وضحكت، قالت له لا هذا متل قديم، دقة بدقة، انزدت زاد السقة. يعني انت مالك مصدقتيني؟ لا معقولة يا نغا؟ ايه ليه عم تحكي معي هيك؟ ولك شو هالمسخرة هاي؟ في مرة بتقول لجوزها هاد الحكي؟ معقولة انت؟ لا كبير كتير كتير هالحكي، يعني عم تفهميني انه لا سمح الله انه اذا صار هيك لا سمح الله نزوة او شي قصة انه خيانة انه انت انه بتعملي نفس الشي؟ يا عبي شو عليكي؟ يا عبي شو عليكي يا نغم؟ عن جد زعلت كثير من قلبي. لما قلت لك اعتبر حالك شخص حر، أنا ما كنت عم امزح معك. بكره الصبح رح أخلي لك البيت، رح أقضي الوقت كله عند أمك، وهذا البيت كلياته قدامك. ساوي فيه اللي بدك اياه.
دمعات